صباح الخير مرة ثانية على كل متابعينا وكل الناس بتتواصل معانا، وصباح الخير حسام وكل التيم العامل عبر هذا الصباح. فقراتنا مستمرة معاكم، والجمال والدهشة في مختلف فقراتنا. مرات بنوثق للمكان يكون في حكاية، ومرات بنوثق لحاجاتنا ممكن تكون عندنا منها ثروات، واحنا في الفترة دي محتاجين انه ندعم اقتصادنا بمختلف المجالات. وفي ناس عندهم مواهب كده جميلة جدا، وانا بقول دائما انه الناس اللي عندهم مهارة يدوية دي الأميز الناس، الصناعية، الصيادين، الناس اللي دائما عندهم شغل بيكون بيتعب لكن فيه إبداع. المهن الحرفية بصورة عامة سمحة في عطاء في حرفة اليد، في مهارة اليد، في خفة اليد، في الحاجة اللي هي بتطلع علينا. ومن يرمي سنارة على النهر ليخرج لنا سمكة نستمتع به، لكن المرة دي سمكة كبيرة وفيها خطورة على فكرة. لكن كيف من يرمي حيرمي شنشر يطلع تمساح؟ يعني حي صعبة والله. صعبة يعني دي نوع من المهام اللي فيها خطورة على حياة الإنسان وفيها مغامرة، من حي يروح المغامرة، لكن فيها عرفة، فيها حنكة ومهارة معينة. حسن أكلت من يعني السمك ده؟ قالوا في ناس بياكلوا يعني عفوا التماسيح دي في ناس بياكلوها خطير، لكن التمساح ما جربته. رايك شنو؟ احنا نمشي مع كل مشاهدينا ونشوف بعد كده، نشوف حنجرب ولا لا. طيب نشوف التقرير. صيد التماسيح خطورتها هي اول ما دعتنا الى اكتشاف عوالم الجمال والسحر هنا في مناطق السيكوت، احدى المناطق المكونه لمنظومه التاريخ والجغرافيا بالولايات الشماليه، حيث تشكل التماسيح الخطورة المعنية على حياة الناس، خاصة وأن المنطقة تمتاز بكثرة الجزر والنتوءات والصخور، وبصحبة أهل الجزر المحيطة لمعرفتهم التامة بخطورة التماسيح هنا، بما تظل تشكلها من هاجس وخوف على امتداد الجزر والمناطق. توجهنا إلى حيث يتوقع تواجدها وبدأت رحلة البحث عما يعيد توازن الانتظار والدهشة والشوق والتخوف، وما بين أن نسجل على خارطة الأيام كلمات للذكرى والتأريخ يمثل صيد التماسيح حرفة الكثيرين إلى جانب الزراعة، برغم أن الحرفة هذه أملتها ظروف بعينها. وما تزال الرحلة مستمرة، وإلى حين الظفر بصيد ثمين يزيح ما بنا من توتر وترقب، وما بين الخطورة والمتعة والرفاهية تكمن بعض التفاصيل التي توحي بفراسة الرجل وخبرته الطويلة في هذا المجال. ربما تم تحديد الهدف في هذا المكان، ويبدو أن أحدهم نائم على الشط لا يدري أن أنظار الصائدين تترصد به وتتمناه لتبدأ عملية الصيد الفعلية. ورغم أنه متوسط الحجم إلا أنه أرضى بعضا من الغرور في رحلة صيد استمرت لبضع ساعات لننطلق بعد ذلك إلى حيث أتينا.